السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، تحية طيبة. اليوم بإذن الله رحلتي ناحية شمال شرق الطائف، رحلة ترددت كثير إني أروحها، واليوم عزمت أمري بإذن الله لاستعادة بعض الذكريات، لمقابلة بعض الأصدقاء، بعض طلاب. يعني درست هناك طلاب السنة الأولى ابتدائي ثانية ابتدائي، الآن أصبحوا رجال ما شاء الله. طبعا بروح لمنطقة الخرمة أو مدينة الخرمة ومنطقة الغريف قبل الخرمة بأربعين كيلو، بين الخرمة وتربة، طبعا مرورا بمدينة تربة المعروفة تربة البقوم بإذن الحي القيوم. فبسم الله نتوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونستعين بالله ونعتصم بالله. بسم الله نبدأ. منطقة الخرمة تبعد عن الطائف ما يقرب من أكثر من 200 كيلو، الأجواء فيها يعني الأيام هذه فيها حرارة شوية تصل إلى 40 الدرجة العليا. بإذن الله نصل، نستمتع معاكم بالرحلة. بسم الله، عبينا بنزين. هذه المزارع ما شاء الله، الأشجار انتعشت، المراعي. طبعا في المنطقة هذه اللي أنا رايح لها أيضا نبغى استكشف المراعي النحلية، مراعي السمر في المنطقة. طبعا لي عندها عنها ما يقرب من 20 سنة، فناسي ما كنت نحال اساسا، فكنت ما كنت ماخذ بالي يعني من موضوع المراعي النحلية وكذا. بإذن الله اليوم نكتشفها مع بعض. كلمت احد الاصدقاء يمكن اقابله، اخونا صالح الحجي من اهل الخرمة. بنروح يمين بإذن الله، هنا منطقة سباقات الهجن، مهرجان ولي العهد للهجن. حضن تربة، هذا مقر المهرجان ولي العهد للهجن. مجسم جميل، هذا طريق حضن. ناخذ مويه نرتاح شويه، بفضل شويه، الشمس حاره. الآن قطعنا 60 كيلو، اقتربنا من منطقة حضن، بعدين نفرد يسار إلى تربة. الطريق تعبان شوية، قاعدين يجددوه يمين هنا. يا ساتر يا رب. طبعا بالنسبة لنا حاليا ما شفت ولا نحال في المنطقة، هنا ما في اي نحالين.
اشجار السمر كلها تكسوها الاوراق، ما في تزهير للاسف. شوف المجنون هذا كيف طاير. اشجار السمر الموسم، الله يخلف علينا وعلى المسلمين الموسم هذا الحمد لله، يعني ما هو كما يشتهينا حاليا، لكن جات أمطار وجاء خير، والأمطار إن شاء الله أنها رحمة من الله عز وجل، وقد يكون في ذلك خير بإذن الله. العادة المناطق هذه شوف غابات من السمر تكون مليان نحالين، بعد كل كم كيلو تلاقي نحال، ولا نحال واحد، ما مريت ولا على نحال واحد. الآن 60 كيلو عن الطائف ما في أي نحال، الخط هنا مرة خربان، الله يرحمه. هذا نحال اخيرا لقيت واحد، اسمع بعد مسكين الله يعينه، في اثار امطار في السلام عليكم. نحال باكستاني ونحال اثيوبي، كيف الحال؟ طيب كيف سمره، كويس ولا ما في؟ كويس فين؟ كويس في عسل. كيف حالك؟ طيب كيف سمرة يا ولد؟ ما في زهرة؟ ما في زهرة؟ طيب ما في ولا نحال، انت بس هنا ليش؟ كله نحال ما في، بس امشي ممكن 4 أيام 5 أيام مشوا كلهم، راح الرميد ها؟ ايوه رميد في ياسر في طلال، ما شاء الله تبارك الله. طيب متى يمشي انت؟ يجلس؟ فيه عسل ولا ما في؟ ما في. طيب ليش يجلس؟ ايش فايدة؟ نحل كيف، فوق ولا تحت؟ ما يمسك. الله كريم. الله كريم. كيف جو حار ها؟ بس جو يجي ساعة 12. ايه. 11 ساعة 2 حرارة زينة. بعدين؟ ما شاء الله برد في الليل. اي خدمه تبغى شيء؟ صحيح والله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. ها في نحل من والجبال قدامي المؤديه الى منطقه تربه او مدينه تربه بالاصح. ارتحنا شويه بعد ان نوضع الجوال والكاميرا لانه امتلأت الذاكرة فما قدرت اصور. الان باذن الله نتوكل على الله نكمل طريقنا. جات امطار غزيرة الظاهر المنطقة هذه، هذه زي الاخاديد في كتف الطريق، ندور لنا طريق نطلع منه بس على خط. بسم الله هذا الخط، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المنطقة هذه نسبيا تعدل فيها الخط شوية. هذه منطقة حضن، من بلغ حضنه فقد أنجد. هذه بداية نجد حسب المؤرخين القدامى، يقولون من بلغ حضن، يقال أنه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، نتأكد منه بعدين إن شاء الله نحط لكم على الشاشة. من بلغ حضن فقد أنجد، أنجد يعني بلغ نجد، بدأ في دخول إقليم نجد، خرج من الحجاز ودخل إلى نجد. هذا طريق حضن،
هذه منطقة حون. هذا مدخل تروبة. شربنا مويه الان من تروبه. المفروض الواحد يشرب مويه باستمرار عشان الجفاف. الاجواء حاره تقترب من 40 39. طبعا انا ما اخذت معايا مويه كثير لاني عارف ايش قدامي، مناطق متقاربه. قدامي الان منطقه اسمها شعر تبعد 30 35 كيلو، بعدها تجي منطقة الغريف. هذه منطقة الغريف أنا درست فيها وقعدت فيها سنتين، من أجمل الأيام ها هذه. رياح يا ساتر، دوامة رملية. على يميني هنا اللي هو شو اسمه ذا وادي تروبة، على اليمين وراء المباني هذه وادي كبير وعظيم. هذا مخرج تروبة من الجهة الشمالية. الرياح قوية، ما ادري صوتي واضح، جدا قوية الرياح. ان شاء الله بس المايك يكون مضبوط. هذا الغريف درست هنا لمده سنتين، والان بدخل على موقع المدرسه حقتي. هذا وادي الفرمه، ما شاء الله المويه موجوده سايل الوادي. لا قوه الا بالله، الخير الماء ما شاء الله. هذا يعني الوادي اذا جرى المنطقة فيها خيرات عظيمة والله. هذه منطقة بريجر، هذا الطريق كنت اجي معاه يوميا، واخترت الحرة هذه الحجار السود. منطقة كانت بركانية طبعا. يوميا كان دوامي من هذا الطريق قبل 20 سنة تقريبا. حجارة السوداء هذه جميلة جدا، سموها حجارة الحبش بعض المناطق. جميلة في البناء، تجي مجوفة مخرجة بركانية. سويت فيها أعمال فنية في مدرسة، سوينا شكل بير مقسم زمان.
توجه الآن للمدرسة. الله أكبر، المدرسة محدودة طبعا، هذه مدرسة بدالة جديدة. سبحان مغير الأحوال. ذكريات في المنطقة هذه النخيل، الحمد لله قضينا أوقات جميلة هنا، مشيت وعدت الحمد لله سنتين في المنطقة هذه. هذا مخرج الغريف. طيب الآن خرجنا من الغريف متوجهين إلى الخرمة بإذن الله. هذا مدخل الخرمة. طورت كثير برضو الخرمة. هذه إحدى الحدائق في وسط الخرمة، حديقة جميلة جدا جديدة، بأخذ صور فيها تذكارية بإذن الله. هذه المزرعة حق صالح أبو عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا النخل تشوفه، هذا الجار حمضيات. ما شاء الله تبارك الله، كم نخل هنا ابو عبد الله؟ ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك. هذه حمضيات ها؟ الله يبارك، ما شاء الله. الله يبارك. هذه معزة، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك، لا قوة إلا بالله. يا وقتك مات يا حبيبي، يلا شوفك على خير، سلم على عبد الله.